السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أصدقائي متابعين قناة فيوتشر كوين وقناة بيتسي وورلد عالم البيتكوين؟ فيديو جديد على قناتنا، القناة المهتمة بآخر أخبار العملات الرقمية. طبعا بهذا الفيديو رح نعمل تحليل عن ثلاث عملات اللي هي بيتكوين، دوج كوين، ولونا كلاسيك. قبل ما نبلش الفيديو أصدقائي بتمنى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. ولا تنسى تنضم لقناتنا على التليجرام، رح أترك لك الرابط أسفل الفيديو وفي أول تعليق مثبت. خليكم معنا أصدقائي لبعد الأنترو. طبعا اصدقائي، اعلنت منصة باينانس اليوم عن حرق 1,300,000,000 قطعة من عملة تيرا لونا كلاسيك. طبعا في الفيديو السابق تكلمنا انه راح تحرق منصة باينانس 1,500,000,000 من عملة تيرا لونا كلاسيك، لكن حرقت 1,300,000,000 قطعة من عملة تيرا لونا كلاسيك. طبعا توقعنا كان صائب بنسبة 80%، طبعا حرق 1,300,000,000 كمان قريب على 1,500,000,000. لهيك اصدقائي الحرق بدأ يتضائل بسبب قلة الفوليوم على عملة تيرا لونا كلاسيك. صار عندي انخفاض واضح بالفوليوم، هذا الشيء عم يؤدي الى تقليل نسبة الحرق. طبعا شو بالنسبة للبيتكوين اصدقائي، البيتكوين كسرنا الكريدور المهم عندي ما بين 20,700 الى 20,500. طبعا في الوقت الحالي لازم نعمل اعادة اختبار الى منطقة 20,500 قبل ما نرجع نختبر مرة ثانية المقاومات عند 20,800. طبعا كسرنا منطقة 20,800، رح نرجع نتجه لمنطقة 21 ويصير عندي تداول داخل هاي المنطقة. لهيك اصدقائي هدفنا الاول هو كسر 20,800، لكن عندي مقاومة صعبة عم نفشل بكسرها بكل مرة نوصل لهاي المقاومة. طبعا عم نفشل بالاغلاق اعلى هاي المقاومة، واذا كان في اغلاق عم يكون اغلاق وهمي او اغلاق كاذب. طبعا لهيك حاليا كسرنا هذا النموذج، حاليا عم نرجع نختبر هذا النموذج مرة تانية. يعني هلا هدفي الهبوطي الى 20,500، من منطقة 20,500 اذا صار ارتداد رح نشوف ارتداد الى 20,800، وطبعا رح نشوف اذا تم الكسر او لا. شو بالنسبة لعملة تيرا لونا كلاسيك اصدقائي، تيرا لونا كلاسيك عم بصير علي بمبات خلال 24 ساعة الماضية، لكن التفريغ عم يكون سيد الموقف. بالامس عملة تيرا لونا كلاسيك عملت ارتفاع بنسبة تصل الى 17%، لكن تم التفريغ بشمعة الاربع ساعات اللي بعدها. طبعا اليوم عملت بمب كذلك الامر بنسبة 7% او 5%، وبعدها تم التفريغ بنفس الشمعة. هذا امر سلبي جدا على العملة اصدقائي، هذا الشيء بيؤدي الى الهبوط. لهيك اصدقائي الان عندي حركة هبوطية بالعملة، هدفي الآن منطقة 22,600. بهاي المنطقة أنا برجع بشتري من عملة تيرا لونا كلاسيك. هدفي من منطقة 22,800 إلى 22,600، هاي هي مناطق الشراء الخاصة فيني. رح نلونها باللون الأخضر حتى توضح معنا نقطة الشراء، هاي هي نقطة الشراء الخاصة فينا. أنا مجرد ما توصل العملة لهاي المنطقة رح أشتري من عملة تيرا لونا كلاسيك، وبالأكيد رح يصير ارتداد إلى المقاومة الثانية اللي هي عند مقاومة منطقة 26.25. طبعا شو بالنسبة لعملة دوش كوين، عملة طبعا خلال الفترة السابقة عملة دوش كوين أداء رائع بارتفاع يصل إلى، طبعا خلينا نفتح المسطرة، نسبة وصلت إلى 140%. طبعا بالأمس اشترينا عملة الدوش كوين بمنطقة 11.5، طبعا ارتفعت العملة إلى منطقة 11.7، حققنا منها مربح وصل إلى 10% سبوت و 200% فيوتشر. ألف مبروك لكل أعضاء الـ VIP اللي متابعين معي الصفقات والمضاربات اليومية. طبعا شو هدف عملة الدوش كوين؟ حاليا ارتداد من هاي المنطقة، حاليا رح نتجه إلى المقاومات التالية. عندي مقاومة واضحة عند منطقة 12.6، وعندي مقاومة واضحة عند منطقة 13 سنت والـ 14 سنت والـ 15 سنت. طبعا كسر كل مقاومة بتحول هاي المقاومة الى دعم. لهيك اصدقائي هدفي الاول هو 12.6، اغلاق اعلى هاي المقاومة رح نتجه الى منطقة 13 سنت. طبعا الهدف الاخير هو منطقة 15 سنت، طبعا اقفال اعلى 15 سنت رح نتوجه الى 20 سنت. طبعا الهدف الاقصى هو منطقة 20 سنت او 18 سنت. طبعا انا بهاي المناطق رح بيع الصفقة الخاصة فيني من منطقة 18 الى منطقة 20، رح اقوم باغلاق عملة الدوش كوين. اصدقائي نكون وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال اعجابك. لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة، دمتم بخير.